طبعا خلينا نبدا حلقتنا اللي هيكون فيها لقاءات خاصه مع البعثه من المغرب، وعندنا بعض اللقاءات الخاصه جدا مع كولر ومع كابتن سيد عبد الحفيظ ومع مستر كولر وايضا مع كابتن محمد الشناوي. بالكلام عن المدير الفني للنادي الاهلي مستر كولر اللي بيسير بخطى ثابته في القياده الفنيه للنادي الاهلي، كان اختيار الحقيقه موفق من اداره كره القدم في النادي الاهلي في مرحله اعتقد ان هي لم تكن سهله. مدرب صاحب خبرات كبيره سواء مع الانديه او مع المنتخبات، بدا مشواره ببطوله السوبر مع النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك وقدر يحقق المطلوب منه، بيعتبر كل مباراه هو اهم مباراه. كلمة دايما بيقولها الحقيقة مارسيل كولر لكل اللاعبين وبيطبقها بالفعل، دايما بنقول المدير الفني هو صاحب الاختيار، هو اللي بيشوف حالة لعبته في التدريب. بيني وبينك يا كابتن هاني، لما نيجي نتكلم عن مدير فني، وحضرتك كنت مدير فني كبير لمنتخبنا الأولمبي، وصلت معاهم للأولمبياد في لندن، وكانت مرة أعتقد الثانية في تاريخنا بعد كان 20 سنة ما كناش وصلنا للأولمبياد، لكن كانت المرة بعد كنا قعدنا 20 سنة تقريبا او 22 سنة ما بنوصلش بالزبط. وبالتالي لما اجي اتكلم عن المدرب انا هسكت وحضرتك تتكلم، لانه اللي بيحصل مع مارسيل كولر واللي بيعمله مارسيل كولر اعتقد شيء جيد. شيء جيد جدا، وهو ده الاحتراف. يعني خلينا نتكلم بكل امانة بغض النظر عن رؤيتنا هنا في مصر ما هي ادوار المدير الفني، لا كولر بيقدم نموذج للمدير الفني المحترف بشكل كبير جدا. الحقيقه من مهام مدير الفني ان هو لازم يكون عنده كل الديتيلز، وده اللي بيفرق مدير فني عن مدير فني، ان كولر عنده رؤيه وعنده يعني بيتدخل في كل الديتيلز الصغيره سواء على الجانب البدني على الجانب النفسي. انا اعتقد يا كابتن، انا اسف بس اعتقد ان التفاصيل دي هي اللي بتفرق. طبعا صح؟ طبعا مفيش شك، هو ده التفاصيل. زي ما بنقول مثلا لعيب كويس، لكن في تفاصيل بيقول لك ده لا ده لعيب اسطوره، ده لعيب موهوب. الديتيلز الصغيره دي كمان على مستوى المديرين الفنيين. كولر من ساعه ما جه الحقيقه، وانت قلت نقطه مهمه جدا، انه كمان خلي بالك هو جاي من اجواء مختلفه. صحيح. على مستوى التدريب، على مستوى الفرق، على ولكن جه لنادي وكيان كبير جدا جدا يحمل البطولات الكثيره على المستوى المحلي على المستوى القاري، وبالتالي كانت المهمه ثقيله عليه مفيش شك، ولكن نجح الحمد لله نجاح ساحق. على المستوى الفني احنا شايفين تطور على مستوى بعض اللاعبين اللي يمكن كانوا بعيد عن مستواهم، على مستوى النتائج كمان انت خلي بالك انت داخل في بطولات كثيره جدا ومتتاليه، يعني ده كمان لود على المدير الفني يا اسلام. كابتن برضه هرجع لك، انا اسف ولكن لازم ارجع لك في هذه النقطه، لانه من امبارح للنهارده بيقول لك القايمه اسلام بره وهاني بره ومحمد بره وعلي بره، خمس لاعبين هيبقوا بره مهما كان اسماء هؤلاء اللاعبين. اعتقد ان النادي الاهلي دائما بمن حضر، ولكن النقطه اللي عايز برضه اوصلها من خلال حضرتك، المدير الفني هو في مدير فني عايز يخسر مثلا؟ يعني بص، في حاجات ما تقدرش ترصدها انت كمشجع او تابع او جماهير النادي الاهلي. في ديتيلز محب طبعا، في ديتيلز خاصه بالشكل البدني، في ديتيلز على الاستراتيجي اللي هيلعب بيها والعناصر. صحيح. اللي محتاجها في وقت معين ادفع بدول ما ادفعش بيه، فكل ديت الامور خاصه جدا. هو اللي عارف بالظبط تفاصيل كل لعيب سواء بدنيا فنيا، وعارف كمان تفاصيل البطوله اللي داخلها، فبالتالي هو بيبني على ده. انا بشوف اولوياتي ايه، وخلينا نتكلم بكل امانه حتى على مستوى الاحترافي، هو السكواد كامل، ده يخرج ده يطلع، ومش معنى ان ده خرج يبقى انا مش محتاجه، او بالعكس تماما. بس خلي بالك احنا بنفكر يعني هي دي ثقافتنا للاسف. يعني ثقافتنا كده، المدرب ده بره القائمه، يا ده بقى عليه علامه استفهام. بالعكس، يعني ممكن جدا يكون ليه اولويه في وقت معين، ممكن جدا هو شايف لو دخلته في السكواد دلوقتي مش هيفيدني فنيا وقد يضره هو في المستقبل. يعني حاجات وديتيلز صغيره قوي، احنا بنحترم كل قرارات المدير الفني ما فيش شك، لكن انا بحاول انقل للساده المشاهدين يعني الاسباب، لان انا كنت مدير فني ومريت بالتجربه دي. طبعا فالامور ما بتتحسبش كده، ما تتحسبش طالما انا مش عايز يعني فلان مش في القائمه، لا يبقى عليه علامه استفهام. اسلام بره القائمه او بره يبقى عليه علامه استفهام، يا راجل مش عايز يمشي، يبقى اسلام مش عايز.
ده وخلي بالك انا كمان يعني عاجبني الاتيتيود الرائع اللي لاعب النادي الاهلي حتى على مستوى مثلا ايمن اشرف طلع عمل تويته اكتر من رائعه بيتكلم فيها كل الدعم لفرقتي واحنا عايزين الروح دي كابتن من كباتن الفرقه طبيعي والروح دي احنا يعني احنا الحمد لله اللي متميزين بيها النادي الاهلي متميز بهذه الروح مجلس الاداره مدي كل الصلاحيات للمدير الفني ما فيش اي تدخل المدير الفني عنده آراءه اللاعبين يعني متمثله في كباتن الفرقه عارفه ادوارها كويس فهذا يعني هذا الموضوع اعتقد موضوع يعني بيشتغل فيه بشكل احترافي جدا خلي بال حضرتك برضه يا كابتن انا اللي بشوفه ان جمهور النادي الاهلي ما بيتكلم يعني جمهور النادي الاهلي لا يعقب لان احنا صحيح. عندنا جمهورنا شايف تماما ان من حق المدير الفني يختار ما يريده خلاص صحيح فهو يختار هاني بره اسلام بره زي ما هو عايز جماهيرنا واعيه برضه لكن يعني. اللي دايما بيتقال طبعا كل البرامج شغاله على هذا الامر من الصبح البرامج اليوتيوبر وعلى كل المواقع كل واحد من حقه ان هو يتكلم ولكن احنا عارفين ان جمهورنا يعلم تماما ان المدير الفني وبعدين ما هو انا النقطه الوحيده اللي دايما افكر فيها يا كابتن بعيدا عن ان انا بحب الاهلي ولا بحب اي مدير فني في الدنيا هل في مدير فني هيبقى عنده هاني رمزي مثلا ويحطه بره عشان يخسر ما فيش شك طبعا مفيش هو يعني متاكد انه عايز يكسب وداخل وعارف التحديات بتاعه هذه البطوله وعارف تاريخ النادي الاهلي في البطوله فبالتالي هو كمان عايز يعد السكواد بتاعه افضل اعداد على مستوى العناصر وعلى جميع المستويات فبالتالي هو عارف بالظبط هو بيشتغل ازاي بالظبط كده مهم يعني مهم جدا ان حضرتك توصل او نوصل الفكره دي لجمهور النادي الاهلي لانه طبعا جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي وعارف ان ليه قبل المباراه بليله بيحصل هذا الكلام لانه عايز يروح للاستقرار او عدم الاستقرار لانه شايف انه احنا عندنا 30 لعيب او 28 اعتقد مسافرين ال 28 كلهم زي ما حضرتك بتقول كابتن ايمن اشرف طلع واتكلم وقال على تويتر ان هو في ظهر الفرقه واحد من كباتن الفرقه طبعا وعايز اقول لك يمكن يعني حاجه حصلت من قريب جدا اتفضل لو كل الناس كانت بتتكلم مثلا لو خدت اراء الناس في مباراه نادي الزمالك هل كهربا يشارك كاساسي كل الناس 99% من الناس هتقول لك لا صح حتى على المستوى الفنيين خلي بالك صح ولكن حساباته مختلفة هو اللي شايف اللعيب شغله ازاي عينيه كويسة في التدريب فكان فيها نوع من انواع الريسك خلينا نتكلم بكل امانة المدرب ايه يا كابتن بالظبط بالظبط فهي دي اللي بتكلم عليها التفاصيل الصغيرة ورؤيته للعيبة لغاية دلوقتي اكتر من ممتازة شفنا تطور حسين الشحات شفنا تطور وجود كهربا بعد غياب كبير جدا ومستوى اكتر من رائع قفشه ماشي بشكل كويس عبد القادر كمان بدا يرجع لمستواه فالديتيلز الصغيره دي متوقفه على رؤيه المدير الفني اللي اكيد كل جماهير النادي الاهلي بتحترمها بشكل كبير يعني طيب.